أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ورئيس البل ومهرجان البل ورئيس النادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين على دعمهم للمهرجان والملاك وأهل البل. ونيابة عن والدي منصور بن سعود أوثاله إن شاء الله سيكون لنا بصمة هذه السنة في النسخة الجديدة لمهرجان الملك عبد العزيز، ونعلن مشاركتنا ونعلن دخولنا في المزاد النخبة، وسيكون هناك لنا دور كبير في هذا المزاد ودعمه. وأي فردية أنا واعد بها أهل البل، أي فردية تستحق أنها تكون ضمن النوايف ما راح أخليها.